مرحبا يا إخوان، في صفقة جديدة في تطبيق مباشر جديد على الكادين كاد جي بي واي سكالبين. دورنا في صفقة سكالبين هو أن نرى أين تتواجد القوة لكي ندخل معها فقط، لأن سكالبين هي صفقات دخول خروج بسرعة، ليست بتلك الصفقات التي تنتظر فيها كثيرا وتكون على فريمات ال5 دقائق وال15 دقيقة والدقيقة. ممتاز، إذا الآن دخلت شراء في هذه المنطقة، لأنني لاحظت أن هناك حرب بين المشترين والبائعين على فريم 5 دقائق، وهناك قوة شرائية ودخلت شراء. ولكن خلينا نشوف الفريمات الكبيرة. الفريم الكبير يقول لي أن الكاديان محتاج أنه يصعد لمرة أخيرة لكسر القمة قبل أي هبوط، إذا كان فيه هبوط، خصوصا إذا أردنا تقفيل هذه الموجة هنا. هذا من جهة. من جهة أخرى أعرف أن الكاديان هذه ليست هي القمة، ليست هذه هي القمة. احتمال بنسبة 99.99% أن يعود الكاديان لكسر القمة. إذن فقلت أوكي، لما لا البحث عن صفقة شراء للكاديان سكالبين دخول خروج بسرعة. لو أريد أن أبقى في الصفقة كثيرا، خصوصا يوم الاثنين مع القوة. إذا أنا داخل مع القوة. إذا الآن كل ما علي فعله هو انتظار. الآن دخلنا في هذه الصفقة شراء، وقت خسارتي هنا سيكون هنا أسفل هذه الشمعة القوية، أو خلينا نقول أسفل، نعم أسفل هذه الشمعة القوية، هذا هو وقف خسارتي هنا، وهدفي سيكون منطقة آخر بائع، ومنطقة آخر بائع بالنسبة لي هي المنطقة هنا. هنا إذا خسرت سأخسر $500، وإذا ربحت سأربح $800، واحد لواحد فاصلة خمسة تقريبا سكالبي. إذا خلينا نشوف هذه الصفقة على ماذا ستسفر. خلينا نشوف هذه الصفقة على ماذا ستسفر. هي صفقة سكالبين الفريم 5 دقائق والدقيقة، دخول خروج بسرعة إن شاء الله. إن شاء الله تكون رابحة، لأنه اعتمدنا على المنطق في التداول. مرحبا يا إخوان مجددا، كما تلاحظون الصفقة تحقق $254، هي صفقة سكالبين. وكما قلت لكم في هذا الدرس سأشارك معكم أسرارا، والحمد لله لاحظوا فقط هكذا، و يعني حتى دون أي، يعني ما كنتش متوقع هذا الأمر، ولكن حاليا تذكرت استراتيجية أستعملها قوية جدا يا إخواني أخواتي، قوية جدا، وهي أنه الآن إذا تم كسر هذه الشمعة سأحصل على شمعة قوية مثل هذه هنا على فريم 15 دقيقة. هذه الشمعة إذا كسرت أنا متأكد بنسبة 90% أنه سأحصل على شمعة قوية تعطيني مثل هذه الشمعة هنا. إذا سأضيف صفقة أخرى سكالبين، صفقة أخرى سكالبين هنا مع كسر هذه القمة بالضبط 110.29. لاحظوا معي هذا النموذج الذي ترونه، شمعة ثم بعض الشموع التي تكون داخلة في بعضها البعض وتعطيك هذه الشمعة التي تقول أنه سيكون هناك انعكاس في الاتجاه، وبعد ذلك إذا حصلنا على شمعة خضراء بدأت تكسر، هذه تقول لي أني سأحصل على شمعة أخرى قوية على نفس فريم 15 دقيقة مثل هذه. خلينا نشوف سأعطيكم مثالا. خليني إذا وجدت مثال هنا، خلينا نشوف هذا المثال في هذه المنطقة، مش عارف صراحة هل سأجده ولا لا حتى تفهموا عن ماذا أتحدث. لاحظوا هذا المثال، لاحظوا هنا، لاحظوا نفس، لاحظوا شمعات قوية، لاحظوا الشموع،
عندما تعطيك هذه الشمعة بديل شراء من هنا، تعطيك نفس هذه الشمعة قوية هنا، نفس المبدأ. هذه استراتيجية نستعملها، ويعني استراتيجية قوية جدا استعملها هي غالبا، يعني تحدث بنسبة 10 إلى 20%، ولكن عندما تحدث تكون قوية وقوية جدا. إذا خليني الآن مراقب لكاديان. إذا بدأت الكاديان تصعد الآن، سأضيف صفقة أخرى، هي الآن تحقق 207 دولار سكالبين. إذا بدأت تصعد سأضيف صفقة أخرى أمامكم مباشرة يا إخواني أخواتي. إذا لاحظوا إخواني أخواتي، أنا قمت بإضافة صفقة أخرى هنا على الكاديان. الكاديان سأحصل على شمعة كبيرة الآن، هذه الشمعة هي التي ستخرجني بربح. خليني أغير الربح لهذه المنطقة. هكذا الآن هدفي هو الحصول على نفس جسم هذه الشمعة. أنا قمت بإضافة فرصة أخرى من هنا، عفوا من هنا. إذا هدفي سيكون في هذه المنطقة تقريبا. إذا لاحظوا إخواني، بعد الدخول في الصفقة الثانية لم أحصل لحد الساعة على تلك الشمعة التي أريد. هذا سيء. أنا أحقق ربح 461 دولار، ولكن عدم حصولي على مثل هذه الشمعة الآن أمر سيء. إذا سأنتظر هذه الشمعة، إذا أعطتني، بقيت لها تقريبا دقيقتين لكي تقفل. إذا أعطتني تلك الشمعة ممتاز، إذا لم تعطيني تلك الشمعة سأكتفي بهذا الربح وسأخرج من الصفقة، لأن هذا غير جيد. مفروض استراتيجيتي تقول لي الخروج، أو المفروض أنه بعد الدخول مباشرة من تلك الشمعة التي أعطتني ذلك الديل، لما أدخل يطير السعر. إذا ما طار هذا سيء، ونحن في منطقة بيج بوي هنا، فلا أريد أن يعود علي السعر، وهذه صفقة سكالبين، لذلك سنخرج بربح إن شاء الله 400 450 دولار، لا مشكلة في ذلك، ربح جيد. خلينا نشوف أمامكم يا إخواني أخواتي، بقيت دقيقة وعشرين ثانية لهذه الصفقة، بقيت دقيقة وعشرين ثانية راح أقوم بالخروج منها. إذا لم يعطيني ذلك، إذا أعطتني تلك الشمعة سأخذ ربح، إذا لم تعطيني سأخذ ربح، في جميع الأحوال سأخرج، لا أريد أن أبقى كثيرا في هذه الصفقة. كان المفروض أن السعر يصعد بقوة، صعد ولكن ليس بتلك القوة التي أريدها. أنا أريد شمعة واحدة أو على الأقل أو شمعتين على أبعد تقدير، لكن ليست هناك قوة. إذا هذه استراتيجية ناجحة ولكن لم تكن ناجحة بنسبة كبيرة. فخلينا نشوف، لسه أمامنا 54 ثانية، 54 ثانية، خلينا نشوف هل ستعطينا تلك الشمعة ولا لا. أنا أنتظر حاليا أمامكم مباشرة، والزر على إقفال الصفقة. بقيت 20 ثانية، 15 ثانية، حقق 470 دولار، 480 دولار، 7 ثواني، 6 ثواني، 5 ثواني، 4 ثواني، 3 ثواني، خلاص أوت. لم تعطيني تلك الردة فعل. ترى ممكن بعد كسر هذه الشمعة تعطي تلك الردة فعل، لأنه لازلنا، لاحظوا، لازلنا في هذه الشموع، لازلنا فيها، ولكن بما أنني أنا أحقق ربح واحد لواحد أو أكثر في هذه الصفقة، ويعني خرجنا ب 400 و 420 أو 430 دولار، ربح جميل جدا. هكذا نتداول سكالبين. سكالبين مختلف عن التداول فريمات الكبرى، فريم دقيقة يحتاج إلى ردة فعل قوية. أنتم طلبتم مني أن أشارك معكم كيفية التداول على الفريم الصغير، هذه هي الطريقة. يجب أن تكون حذر جدا جدا جدا، وتكون عندك ردة فعل كبيرة جدا جدا. وهذا هو العرض الذي نوفر لكم إخواني أخواتي حاليا، يمكنكم استغلاله إذا أردتم احتراف علمي المنطق. رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط، وفي صندوق الوصف لهذا الفيديو كذلك هو الرابط. لا تنسوا أن هدفنا هو تعليمكم وأن العلم لا يفقد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ وسام، معك أخوك مبارك الجعفر. أنا أشهد لك بالله إن ما في أفضل منك بالعالم، بالعالم لا يوجد مثلك، مثيل لك ما في. أنا ما كملت 4 أشهر عندك، ولله الحمد بفضلك من بعد الله أدخل في أرباح بدال لا أكون باستمرار الخسائر. أنا كنت في خسائر مستمرة، ودليل على الكلام هذا أرسلت لك مرة فيديو وأنت قلت لي وعصبت علي، وكانت عصبيتك لها تأثير بصراحة علي أني أركز بشكل أكبر في المعلومات، والكم المذهل من المعلومات اللي انت اعطيتنا اياها بصراحة في الدورة. وانصح جميع البشر اللي حاب مهنة، مو لعبة التداول، مهنة التداول، انصحهم بالتسجيل معاك انت فقط، لا يروح يدفع عند حتى لو في محل عنده في البلاد عنده مثلا يدرسون التداول، لا يدرس عندك، يدرس عندك فقط، لأن كمية المعلومات والطريقة السلسة والسهلة والجميلة في توصيل المعلومة للمتداول اللي ناوي يدخل في مهنة التداول جدا حلوة، جدا رائعة. يعني تدخل بإحساس، توصل بإحساس. انت في فيديو من الفيديوهات ذكرت فيها يعني انك انت بالاساس كنت انسان موسيقي، وانا ايضا انسان موسيقي، فاعرف الاحساس هذا شلون يوصل. يعني كأن اوصفها في نغمات، نغمات الاوتار ترن ترن، توصل توصل، تدخل بالفكر، تدخل في الاعماق. اذا كنت حاب مهنة التداول، ولله الحمد قاعد أحقق أرباح بفضلك من بعد الله سبحانه وتعالى، وحاب أشكرك شكرا جزيلا لك يا أستاذي العزيز الغالي. ومهما راح أعبر بوصفك راح يعجز الوصف عنك، لأن أنت بصراحة إنسان مذهل، أنت إنسان رائع، أنت فوق الرائع، أعلى من كلمة رائع. أنا معرف أشكرك بصراحة، ودورتك هذه لا تقدر بثمن للأمانة. يعني فعلا أنت إنسان عايش بالمغرب وأنا عايش بالكويت، وما في قاعة تجمعنا أو تكون يعني هذه القاعة مباشرا، يعني مباشرة نقعد مع بعض ونقدر ناخذ المعلومة وآخذها معاك بالفيديوهات، أفضل من أفضل قاعة عندنا بالكويت. إي والله، الله يجزاك خير ويعطيك الصحة والعافية، وأشكرك الشكر الجزيل، عسى الله يحبب عباده فيك وينولك جميع ما تتمنى من الخيرات والبركات وحسن الأمنيات إن شاء الله. مشكور أستاذي، مشكور مشكور. وأنصح الجميع، أنصحهم أنصحهم من 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 قلب والله العظيم، عند غير وسام لا تأخذون أي دورة، وسام وبس، والباقي خس.